وروسيا بحاجه الى الدعم العسكري الايراني. روسيا في حرب مع اوكرانيا وهي بحاجه الى الطائرات المسيره، وايران هي الدوله التي تمدها بهذه الطائرات. فاذا بنسميه بامريكا لوج رولينج، يعني انا اعطيك الطائرات المسيره وانت تعطيني مزيد من الاسلحه الروسيه. هذا ما يحصل في الوقت الحاضر. روسيا بحاجه الى الطائرات المسيره الايرانيه، وبحاجه الى الصواريخ البالستيه الايرانيه، وكذلك القاذفات الايرانيه. اذا روسيا تستفيد من ايران، وكذلك من جهة إيران، إيران تستفيد أيضا من الدعم العسكري لإيران في حروبها.